كثير من الموروثات الاجتماعية السلبية أثرت في ثقافة المجتمع تجاه الحموات، سواء أماً للزوج أو الزوجة، وصورتها بحقل الألغام. محمد الزمزمي تزوج لمدة 15 سنة، ويستعرض كيف كانت حماته سبب في الانفصال. 15 سنة زواج، كان بيحصل بينا مشاكل وكده، ممكن تحصل بينها وبين أي زوجين عادي جدا، لكن بسبب تدخل الحما كان الموضوع بيكبر، لأن أنا لما كنت بقعد مع زوجتي لوحدينا بدون تدخل الأم، كانت زوجتي ساعات بتعترف أوقات كتير قوي إن هي غلطت في حقي وغلطت في حق البيت، لكن لما كانت حماتي تتدخل وتعرف إن إحنا حلينا الموضوع، كانت بتكبر الموضوع، وكانت في الآخر بتيجي تاخدها وتقعدها عندها في البيت بالسبع شهور والثمان شهور، وبترفض إن هي ترجع هادي. فلغايه ما في الاخر خالص الموضوع وصل فعلا اهو للطلاق، واربع بنات انا مش عارف اشوفهم. اضطريت في الاخر بعد استنفاذ كل السبل ان انا امشي الموضوع بالتراضي، ان انا ارفع قضيه رؤيه. اختلفت الاراء في الشارع حول علاقه الحموات والازواج ما بين الملاك الحارس والقنبله النوويه. الحموات ملاك حارس ولا قنبله ذريه؟ لا ملاك، المفروض يبقى ملاك حارس، لان تعتبر نفسها ان هي تبقى بنتها. حماتي قنبلة ذرية، أنا عندي اتنين حماتين، فعندي قنبلتين كده مش واحدة. ابني حبيبي، لازم أبقى قنبلة ذرية، أي حد يجي جنبه أكله. بص، هي شخصيات، ممكن على فكرة ممكن الزوجة نفسها هي اللي تكون بتعمل مشاكل. بيت تتخرب عشان هي سمعت مشكلة من بنتها بس وما سمعتهاش مني، وعندي لما سمعتها مني كانت تلقائي للمشكله، هي حسبتها ان انت بتشوه صوره بنتي، بتسوق سمعتها. كانت ليا صديقه كانت حماتها ست صعبه جدا جدا، على طول تدخل وفي الاخر خربت البيت. انا بقى دلوقتي 8 سنين جواز، يعني حماتي زي امي بالظبط، يعني امي الثانيه. رسخ في اذهان الكثير ان الحموات قنابل موقوته ترغب في افساد الحياه الزوجيه لابنها او بنتها. فهل يعقل أن تفسد أم حياة ابنتها أو تساهم في خراب بيت ابنها؟ مواقف وتجارب كثيرة تضعنا حول دور الحموات المؤثر سلباً أو إيجاباً في حياة أبنائهم. محمد الجباس، المصرفندي.